بلادي جانا من الجزائر، بلد المليون ونصف شهيد فقط للثورة، ولكن ملايين أخرى ومن المبدعين الشباب الذين ركضوا وراء حلمهم للخارج وأصبح اسمه اسما عالميا. عرف كيف يخلط الخلطة العجيبة مزيجا بين الموسيقى الغربية وموسيقى الراي الجزائرية وأرتام أخرى رائعة، وأصبح من جيل الشباب ليمثلون صوت الشباب، حيث أنه الآن the most streamed artist على الإنترنت، وأيضا كل حفلاته ما شاء الله عليه sold out wherever he goes. خلونا مع بعض نرحب بالنجم الجزائر اللي اليوم راح نكرمه في ضيافة، وأنا بعرف أنه زميلتي روان بتحبه وبتحب موسيقى شمال أفريقيا والراي كثير. تبارك الله. And the ضيافة award goes to Sulking. Put your hands together for Sulking. سولكينج مساء الخير. مساء الخير، صافا؟ ألف مبروك على الجائزة وعلى التكريم اليوم من قبل ضيافة. شكرا شكرا، ميرسي بوكو. خبرني قديش أنت سعيد بهالتكريم؟ سعيد كثير، سعيد كثير. كما قلت يعني هذه ثاني مرة أكرم في زعما مهرجان البلد العربي، وهذا شرف لي كبير لأنه أنا أصولي من الجزائر وبديت الموسيقى في الجزائر. يعني يبقى توجور هذا الارتباط بالعالم العربي والموسيقى العربية والثقافة العربية، دونك هذا شرف كبير لي الحمد لله. قديش أنت محبوب من أهل بلدك ومن العالم ككل، شو سر هالمحبة وهالنجاح كله؟ هذه يعني كما نقولوا the magic of the music. ما نقدر نقول لك زعما how it can be possible. أنا عارف أنه كان عندي هيوج فانز فروم الجزائر ألجيريا لأنه بلدي وشعبي، وهيوج فانز فروم أول المغرب أند أول يعني العالم العربي الحمد لله. ومشيت وخدمت تاني في أوروبا وفي أمريكا، وهذا تاني تعطاني كما نقولوا قدرت نكون عندي بيس فان في هذه البلدان الحمد لله. حلو ما شاء الله، اللي بيتابع الانستغرام تبعولك بيلاقي عندك سكادجول مليان بالسفرات، كيف راح تلحق من بلد لبلد؟ كل هذا ثاني عام، يس هذا ثاني عام ونعمل وورد تور. صح، وورد تور هو شيء صعيب نوعا ما، ولكن كما نقولوا هذه نعمه من عند ربي. ما اذا كان حاله زعما صعب شويه، ولكن تبقى موسيقى وتبقى عمل انا نحبه. مشكيش كاين كل الناس عندها الحظ انها تعمل في شيء يعني هو اولا كما نقولوا هوبي، فهمتني؟ انا كان عندي الحظ الحمد لله انه نعمل في حاجه اللي كانت اولا هوبي تاعي ولات عملي، دونك الحمد لله. شو عندنا اشياء جديده عم تتحضر هيك؟ اعطيني شي سكوب لنا. يعني عملت سينجل جديد، اوكي، كازانوفا فيتشرينج ويذ غازو. هو واحد من السينجلز تاعي اللي عملوا هيوج بوز في الورد ميوزك. امور هذا السينجل ان شاء الله احنا نعمل على البوم. اوكي، معقول تشتغل ديو في فكره ديو؟ في 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 كثير ديو في الالبوم هذا اللي جاي ان شاء الله، نخرجوه في 2024 ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لك. شكرا، بارك الله. انبسطنا كثير انه قابلناك، والف مبروك مره جديده على التكريم، تستاهل كل النجاح. بارك الله فيك. ثانك يو.